حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حضر معنا النائب المجلس نواب شعب مقر لجنة الحقوق والحريات، النائب سيد محمد علي. صباح النور، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا. مرحبا. صباح النور، صباح الخير، شكرا. إذا لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، هذه الفكرة. هي موجودة. مازال شنو هو قاعد في النقاش؟ في الاستماعات. يعني مازال يعني مازال في الاستماعات. واضح. مازلنا توا في الناس المتداخلين اللي هم في علاقة بالقانون. واضح. المقترح هذا القانون الأساسي شكون قدمه؟ قدموه 10 نواب. ما فيهم فاطمه المسدي النائبه زميلتنا. شنو هو ملامحه؟ اهم ملامحه قبل ما نحكي وشنو ما النقاشات. انا ماشي عندي حتى عندي تعليق مختلفه، معناتها اسئله خطريت، معناتها حتى بالنسبه لل شفنا معناتها حتى وزاره الماليه ممثلين على وزاره الماليه هكا ولا هذول استمعتوا اللي ممثلين على وزاره الماليه المركز علاج التحاليل الماليه فوالا. وزارة المالية لحد الآن استمعنا تقريبا الجهتين، باعتبار أنه إذا تحدثنا على لجنة التحليل المالي هي ضمن تركيبة البنك المركزي لأننا ناديناها مع بعضهم. عندنا جهتين الآن، عندنا جلستين استماع. شنو اللي قالوا خاطر تهم المالي تو نرجعوا نحكيوا عليه بصفة عامة، ملامح المقترح؟ مازال في حد مازال في النقاش، فيه مناطق ضعف. ما شنو يقول؟ شنو اللي يجي جديد؟ شنو اللي باش يبدل؟ وين الحاجه اللي جذريه؟ هو اهم نقطه هي المثيره اشكال. التمويل؟ هي اشكاليه التمويل. اشكاليه التمويل الخارجي اساسا، لان التمويل الداخلي بطبيعه باش يكون منظم بقوانين التمويل العمومي للجمعيات والمنظمات وغيرها. اما اساسا للتمويل الموجه للحديث على التمويل الخارجي. هي نوع من البحث عن آليات رقابة لعملية التمويل الخارجي اللي قاعدة تعقد في داخل تونس، خاصة يعني يمكن في شرح الأسباب نتفق في شيء، هو أنه فما تدفق كبير ياسر تم في تونس انت ولا منذ 2011 لمال موجه لبعض الجمعيات اللي ما مشاش في معنا في مسائل وطنية، في مسائل تهم الانتقال الديمقراطي الحقيقي، في مسائل تهم كل التنمية، في مسائل تهم مرافقة الفئات الهشة إلى آخره، ولكن مشى في علاقة ب معناها مشاغل أخرى خطيرة في داخل تونس، اللي بين ارتبط بتمويل الإرهاب، ارتبط بتبييض الأموال إلى آخره. فهذا كان يمكن المنطلق نتاع المبادرة هذه، بغض الطرف على ان مع المبادره او ضد المبادره، يمكن انه الفكره الاساسيه اللي انطلقت منها المبادره او مقترح هذا القانون في تنقيح للمرسوم 88 جاءت من هذا الفكره ولا من هذا التصور، لانه لابد من البحث عن طريقه معينه حتى لا يتكرر استعمال المال الخارجي في بعض المآرب اللي يمكن ترتبط باجندات سياسيه، اجندات انتخابيه الى اخره. وربما ايضا يثار حول ما قاعد يلاحظوه العباد فهمتي ولا في المرحله الاخيره من تخوف ربما من استعمال هذا المال مجددا في مسائل انتخابيه، كما وقع سابقا بعض الجمعيات كانت مرتبطه ببعض الاحزاب السياسيه الموجوده، وارتبطت ايضا بعض الجمعيات ببعض التنظيمات الدعويه في داخل تونس، وربما كانت سبب في عمليات تجنيد سواء كان تجنيد ذهني ولا تجنيد مادي ولا تجنيد لمصلحة حروب سواء كان داخل تونس في إطار فهمتي ولا معناها ما الشباب اللي تجند لفئات الإرهاب وغيرها، أو خارج تونس اللي تجند فهمتي ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في العراق سابقا إلى آخره. معناها ربما هذه الفكرة اللي انطلقت منها. الحديث تم في علاقة أساسا بالتمويل الخارجي، ربما انه الحديث على العلاقة بالتمويل الخارجي ادى الى مقترح فيه جوانب كثيرة تضيق على العمل الجمعياتي، ربما تفقدنا حتى المكسب اللي هو حرية التنظم
اللي اكتسبناه، لانه كذا كان على الاقل اذا كان نرجع شويه لمرسوم 88 ويعتبر مكسب في تاريخ تونس ومن المكاسب الكبرى في اطار منظومه الحريات وفي اطار منظومه الديمقراطيه في داخل تونس في اطار منظومه الانتقال الديمقراطي، لانه صاحب كثيرا عمليه الانتقال الديمقراطي اللي تمت، وصاحب كثيرا التنميه وصاحب كثيرا التعبئه الاجتماعيه باش نمر من كل في كل المحطات بسلاسه وبسلامه، ما نمرش بتشنج وبفتنه داخليه الى اخره. الشباب المتخرج معناها كانت عنده دور في تنميه دور هذا الجمعيات وغيرها. المكسب هذا ولا معناها وهذا الثار، وانا التقيت كثيرا مع منظمات المجتمع المدني، التقينا كثيرا مع الجمعيات، تخوفات من انه يكون هذا القانون المقترح او هذا التغيير في المرسوم 88 يمس اساسا القاعده الاساسيه اللي هي حريه التعبير، حريه التنظيم، حريه العمل الجمعياتي، حريه تكوين الجمعيات، وكذلك يمس ايضا من حريه هذه الجمعيات في انها تجد مداخل للتمويل الخارجي. هذه الجمعيات استطاعت ان تحل معناها طرق نحو التمويل الخارجي معاضد لمجهود الدولة، لأن الدولة عندها الاقسين تاعها في التمويل الخارجي خاصة عن طريق القروض، والجمعيات أيضا كان عندها انت ولا دور في هذا باش نمر، خاصة تونس تمر بحال ضعف اقتصادي وضعف مالي في أنه يساهم في عمل التنمية وغيره. واضح. بالنسبة حتى التفاعلات معناتها نقرأ كما قلت على مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها اليوم برشا عباد بالنسبة ليها جزء كبير من مشاكلنا جاي من من الجمعيات، ألوغ كو اليوم نعرفوا معناتها كثر توا الحديث ولا جدل وما فماش إحصائيات، ما فماش كلام واضح. زاد اليوم الجمعيات المجتمع المدني لعبت وتلعب وما زالت أكيد كما في بلاصة باش تلعب دور مهم، معناتها منظمات تلعب دور مهم، فما ملقام كبير صاير شاذ يحفظ ولا يقاس عليه كما نقولوا. اليوم زاد لازم حاجه ممكن في القانون هذا اللي هي تنظم كما معناتها ما نعرفش، او حتى قبل القانون معناتها اليوم المشكل العباد حتى الناس كل فرد شكاره ولات رياضه وطنيه، معناتها النواب كلهم مش باهين والاعلاميين كلهم مش باهين والجامعات كلهم مش باهين اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هوني كيفاش نتفاداو وما نزيدوش نغذيو هالخطاب هذايا كي جي لامبرسيون توا نقاش معناتها قراءته في الشارع التونسي مشات في الطريق هذايا، الكل مش باهين ويمثلوا في خطر ويتامروا اي مشكل عندنا في البلاد نربطوه، حتى توا مشكل ليميغراسيون معناتها الجمعيات واللي تتواطى على البلاد معناتها عندكم دور في هذايا. مانيش عارف سامحني انا ممكن دوري باش نطرح اسئله ممكن سؤال مش سهل يجاب عليه، ما عندكم دور في هذا الكل؟ لا شوف هو مش عندكم دور في قاعد يصير معناتها باش نتفاداوه ولا باش هو الاكيد نسموه معناتها انه التنسيب ضروري، لانه مش الجمعيات الكل مورطه في توظيف المشبوه للمال، سواء كان في توظيف انتخابي ولا توظيف في مثلا كما الظاهر اللي قاعدين نعيشه اليوم انت ولا هي الاغراق اللي توقع على مستوى الافارقه في داخل تونس اللي يحبوا يعبروا نحو اوروبا. بالنسبه ليك فما جمعيات عندها دخل في هذا؟ ربما تكون هنالك جمعيات، لحد الان هنالك حديث. احنا يعني قلت احنا امس نحكي لك تو احنا امس كي قعدنا مع مع وزاره الماليه كان السؤال واضح، الحديث اللي الموجود تو حاليا يلزم فما حاله اليه اتصاليه. احنا كي نقولوا لو فما جمعيات مشبوهه قاعده تغذي انت ولا في دخول الافارقه في داخل تونس، علينا ان نحدد شكون هي الجمعيات هذه، ما نبقاش نتحدث في حديث مطلق حتى يخلق غمامه حول الجمعيات، وحتى كما كنت تحكي قبل شويه انه يعمل راي عام وعادي للعمل الجمعياتي اللي هو في الاصل هو عمل مدني جزء من تركيبه الدوله وجزء من تركيبه نشاط الشان العام في داخل البلاد اقتصاديا وثقافيا وغيرها. ثم جمعيات ثقافيه، ثم جمعيات تربويه، ثم جمعيات تنمويه، ثم جمعيات خيريه، ثم جمعيات معناها مارست معانا نحن. انا كنت مدير معهد ومعهد ثانوي، وعملت في المعهد نتاعي عملت 7 مرات دوره نتاع تلقيح في المعهد، الدورات اللي عملناها في مراكز التلقيح.
الجهد الكبير 90 ولا 95% اللي كان يقوم به كان يقوم به الشباب تاع الجامعات وغيرها اللي كانوا متحمسين وكانوا يرافقوا فك الكبار وكانوا يشجعوا على التلقيح وغيرها. يعني كيف كيف ان عندنا بعض الحوجات اللي كنا نعيشوها في خاصه في المناطق الريفيه وغيرها، كانت الجمعيات تخرج، كانت تقوم بعمليه توعيه، كانت تعمل عمليه ادماج سواء كان على مستوى التنميه ولا مستوى الاقتصاد، كانت تحاول توفر بعض المشاريع اللي تقادر انت ولا انها تحل خاصه العراقيل في الفلاحه، العراقيل في التنميه وما الى ذلك. معناها الجمعيات في الاصل من 2011 وجاي وحتى قبل 2011 لانك نتحدث على الجمعيات ونتحدث على المنظمات، المنظمات اللي خاضت المعارك النضاليه من اجل الحقوق والحريات في داخل تونس، اللي هي كانت من بين الشرارات الاولى اللي ادت الى ما نحن عليه اليوم في انتخابات 2011 من حريه ومن ديمقراطيه وغيرها. اليوم الحديث انه نوضع الناس الكل في نفس السله ومن غير تحديد عناوين، ان لما نقول او ثم جمعيات متهمه بالارهاب نقول شكون هي الجمعيات المتهمه بالارهاب، لانه اذا كان نحن قادرين ان نكتشف انه ثم اعمال خارج معناها خارجي داخل تونس، فبالضروره نجم نعرف انت ولا منين جاي المال هذايا من برا، وعند شكون معناها قاعد يوصل، ولشكون فاش قاعد يصرف، باش ما نتحدثش حديث مطلق يفهم منه على اساس انه عداء لكل عمل جمعياتي في داخل تونس، وما نجمش نقضي عليه العمل الجمعيات في داخل تونس، لانه جزء اصيل يكون النشاط العام في داخل البلاد ويساهم معناها في عناصر التنميه كلها بمختلف معناها اتجاهاتها، ويعاضد المجهود الرسمي للدوله، والدوله لوحدها غير قادره فقط بالأجهزة وبالمؤسسات أنها تقود تونس نحو تحقيق حالة اجتماعية مقبولة في مستوى الرخاء، مقبولة في مستوى العدل. الجمعيات هذه قدرت أنها تكشف عديد الملفات اللي فيها فساد، الجمعيات هذه قدرت أنها تحارب وتعاضد مجهود الدولة الرسمي المعلن لمحاربة الفساد إلى آخره. كانت ثم جمعيات حقوقية، ثم جمعيات كأخذت حق النفاذ إلى المعلومة وأعطت المعلومة واكتشفنا وين مواطن الفساد إلى آخره. معناها اليوم كي يجي على حديث قاعد يتقال في الفيسبوك ربما يكون صحيح ربما يكون غلط، لأنه لابد من إثباتات لذلك، وعنا جهات قضائية وعنا أجهزة وعنا دولة تستطيع أن تحدد وترصد كل مليم يدخل تونس وكل مليم يخرج من تونس. وإحنا في حديثنا مع البنك المركزي وفي حديثنا مع لجنة التحاليل المالية وفي حديثنا مع المرسوم أصلا، لأن يعني المرسوم فيها أيضا تنصيص على دور الحكومة في معناها الوقوف على وين الإخلالات، سواء كان الإخلالات المالية ولا الإخلالات الإدارية للجمعيات. وتقريبا اتخذت جملة من القرارات رئيس الحكومة، الكتابة العامة للحكومة اخذت جملة من القرارات، 176 جمعية تقريبا، 182 جمعية وقعت تعليق نشاطها، معناها عندنا ما يقارب 172 جمعية محالة على القضاء، عندنا ما يقارب 63 جمعية وقع حلها في داخل تونس بقرارات قضائية. يعني عندنا الآلية القضائية وعندنا الآلية القانونية، عندنا قانون كامل اسمه قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وعندنا قطب كامل اسمه القطب القضائي، قطب قضائي خاص بالإرهاب، قطب الإرهاب في داخل تونس، وعندنا كل الآليات تقريبا اللي بها نستطيع أن نرصد المال الخارجي اللي جاي، وعندنا لجنة التحاليل المالية، وعندنا بنوك فيها الحسابات هذه مفتوحة في بنوك، وعندما نقول عندنا قانون التصريح بشبهة في القانون التونسي وفي قانون الإرهاب فما قانون تصريح في تبييض الأموال، فما قانون تصريح بشبهة والفصل تصريح بشبهة، وهذا يمكننا من أنه كل مال مشبوه يمكن يدخل تونس ويخرج من تونس يمكن أن نرصده وغيره. أنا اليوم فهمتي ولا كي يجي نلقى على الأقل معناها ما يقارب 60,000 أو 80 بين 60,000 و80,000 متخرج وموجود وناشط داخل الجمعيات، وفي نفس الوقت يشتغل داخل هذه الجمعيات
رغم دورها التطوعي، فانه ثم ناس في داخل الجامعات معناها تشتغل، عادت حتى مجهود الدولة في الشغل، خفت الحمل على الدولة في الشغل. اليوم عندنا شباب يتخرج يوميا بطالة، يعني إذا نجي اليوم باش نضع الجمعيات هذه كلها، معناها عندنا ما يقارب 25,000 جمعية في تونس، نحطها كلها في نفس السلة على خلفية أنه ثم جمعيات دعوية ولا ثم جمعيات تكفيرية ولا ثم جمعيات مشبوهة في علاقة ببعض القضايا الحارقة في داخل تونس كما اليوم وغيرها، مع ضرورة تحديدها في أني ناخذ قرار في أنه أو ناخذ موقف في أنه هذه الجمعيات جميعا وهذه المنظمات جميعا عن رابطة وعن اتحاد عام تنسي الشغل وعن كل المنظمات، وعن منظمات في علاقة بالتربية، عن منظمات في علاقة جمعيات في علاقة بالتنمية، عن جمعيات في علاقة بوزارات، يعني تعاضت في مجهود وزارات، وزارة الثقافة، وزارة التربية، حتى الوزارات أخرى فانت ولم تستدعي أنه وجود بعض الجمعيات اللي تعاضد مجهودها. بالتالي أنه الحديث على الجانب التكفيري لهذه الجمعيات جانب كأنه نحن اليوم بعد ما خذنا الشوط هذا الكل وساهمت العباد هذه في كل المجالات تقريبا، نجيو اليوم باش بجرد قلم نقولوا راهو الناس هذه معناها مشبوهة ونحط الجمعيات الكل في نفس السلة ونخلق حالة عداء مع الجمعيات مجانية، هذه حالة العداء في ناس انت ولا ما تنجمش معناها تخوض حتى نشاط من غير حتى التمويل العمومي اللي يمكن تقدمه الدولة، لأنه كما الدولة تمول مؤسساتها الرسمية عن طريق قانون المالية فأنا تمول الجمعيات، وتقريبا سبق أنك أشرت إلى أنه ثم قانون كامل في التمويل لمبلغ كبير أنت ولا في داخل تونس يمكن أن أنت أدرى به أنه قاعد يتعطى للجمعيات والمنظمات وغيرها. يعني الجمعيات هذه المنظمات هي جزء أصيل، وإحنا في مجلس النواب دورنا كما دوركم انتم الاعلاميين كما دور الناشطين والفاهمين وضع الجمعيات في تونس، ثم جمعيات مش لاقي باش تخلص كرام ساكن، ثم جمعيات احنا اليوم امس وقت تحدثنا شويه مع وزاره الماليه تحدثنا على الجانب الجبائي في وضعيه عديد الجمعيات اللي مش قادره انها تدفع حتى المرسوم نتاع الجبايه الشهريه ولا الجبايه السنويه مش قادره باش تدفعوا، فقلنا يوجدوا صيغه لمزيد تخفيف اعباء الماليه التزامات الماليه في الجبايه عن بعض الجمعيات لانها غير قادره على ذلك، ناس تدفع من جيوبها وناس تدفع كراوات من جيوبها، وانا عشت في علاقه ببعض الجمعيات اللي كنا نعملوا كولكت باش نجموا نكروا مقر وغيرها، القانون ما في انا 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 احنا في انا في تقديري القانون ما فيش اشكاليه، اشكاليه تطبيق. اليوم كي نلقى انه معناها رئاسه الحكومه فيها اداره كامله وهذه الاداره من صلاحياتها انها تراقب وبمعيه لجنه التحاليل الماليه وعندها قوانين حافه نقولوا احنا قوانين محيطه كما قانون تبييض الاموال ومكافحه الارهاب، اذا الاداره هذه معناها كان طبقت ما تنصيصات القانون وبالكامل وغيرها ما كناش نعيش او نثير هذا الاشكال في داخل تونس. الاشكاليه كما تحدثنا مع البنك المركزي رغم انه راهو الموقف هذا فيه ناس ترى انه ضروره مزيد ايجاد اليات للضغط على التمويل الخارجي، ويقول لك اليوم هم طالبين اخضاع كامل التحويلات الماليه الوارده على الجمعيات للتدقيق المالي بالبنك المركزي الوارده من الخارج. معناها شوف هو 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 البنك المركزي بطبيعته احنا حكينا مع البنك المركزي. البنك المركزي قال اول حاجه انا رأي مهمتي ماهيش الرقابه على الجمعيات، انا مهمتي الرقابه على الحسابات مش رقابه مباشره. هذا اقترحوه من ممثلو وزاره الماليه فقط، هذا وزاره الماليه قال لك تمش معناها نمشوا مع اشعار لجنه التحاليل الماليه قال لك اي مع اشعار لجنه التحاليل الماليه رو القانون هذا موجود قبل مش جديد لكن انه معناها يتجمل الكل في اطار البنك المركزي في الحسابات تولي كلها تفتح في البنك المركزي خاصة الحسابات تاع الجمعيات الكبيرة اللي مولة من التمويل الخارجي، فهذا مقترح بقينا في النقاش فيه، وهذا مجرد مقترح مش هو الأساس اللي باش يتم به الضغط على إمكانية مراقبة التمويل الخارجي.
واضح. حبينا تكون مصافحة ولا حسب رأيك قد وقت شي ياخذ؟ ومازال هو احنا تقريبا مدعوين الى انه نستمع الى رئاسة الحكومة ونستمع الى وزارة العدل ونستمع ايضا لتم مطالب وصلت البرلمان اكيد انت ولا مش باش معناها باش نستمعوا لها كما الهيئة الوطنية للمحامين كما ايضا الائتلاف التربوي التونسي هنالك بعض الجمعيات الاخرى اللي عندها الرغبه في انه يقع الاستماع عليها فما ناشطين يحبوا ثم ناس حتى اهل الاختصاص في الحياه الجمعيه وغيرها من المختصين ومن المحللين يحبوا يحضروا انت على اساس ان ايضا يقع الاستماع عليهم لانه هذا شان وطني وهذه نحن باش نرسم به دليل للمستقبل مش مستقبل تونس في 5 سنوات فقط هو مستقبل تونس لعقود قادمة فبالضرورة انه يلزم الناس ما ان مسألة وطنية يقع فيها حديث وطني اذا المرسوم يحتاج الى تجويد نحن مع ذلك اذا المرسوم يحتاج الى قوانين محيطة به على اساس انه معناه هو اللي اكثر نجاعه واكثر فاعليه فهذا نحن ايضا معه وما زال الحديث تقريبا مفتوح ما زلنا في اول الاستماعات. شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح سيد النائب سيد محمد علي انت المقرر لجنه الحقوق والحريات باش نرجعوا ما زلنا يظهر لي باش نرجعوا عليه الموضوع هذا ما زال باش يعمل برشا جدل معناتها في زال هو مثير جدل وخاصة المدة الأخرى كي ارتبط بعض الأحداث في داخل تونس فإنه باش يولي أكثر يلزم العباد تتناوله بأكثر دقة وبأكثر عقلانية من غير تشنج هذا هو من غير اتهامات متبادلة من غير تشويه من غير غيرها إذا قلنا راهو فما جمعية قاعدة تاخذ في تمويل خارجي باش توظف أنت ولا مثلا لتوطين الأفارقة في داخل تونس نقولوا شكون الجمعية ونحاسبوها الجميع عندنا قوانين لمحاسبة الأعمال غير الشرعية في داخل تونس احنا ما عندناش إشكالية معناها العباد تربس رواحها وما تدخلش في زيادة فتنة داخلية وهذاكم الشباب الموجود في داخل الجمعيات في داخل الجهات في داخل المعتمديات في داخل المحليات وفي داخل تونس وغيرها كاملة من بنزرة البرج الخضراء راهم جزء من هذا الشعب وراهم ما يقلوش وطنية عن الناس اللي ماهيش موجودة داخل الجمعيات وعندنا ما يقارب 45 ألف جمعية إذا كان كل جمعية فيها 10 من الناس رانا نحن 25 ألف جمعية إذا كان كل جمعية فيها 10 من الناس نحن 250 ألف مواطن تونسي ناشط في داخل هذه الجمعيات وما ارتبط بها أيضا من ناشطين أخرين فضروري أن نربص أرواحنا وما ندخلش في العركة هذه بالعكس نجود الحياة الجمعياتية باش تكون أكثر نجاعة وأكثر فعالية نحل مشاكل الجمعيات لأن الجمعيات ياسر تعاني من مشاكل عوض أننا نكافئوهم نعاونوهم باش يطوروا أدائهم ويطوروا دورهم في داخل البلاد ويجودوا دورهم ويعاونوا البلاد هذه في الظروف السيئة اللي تمر بها ما نحاولش نوجد عراقيل أخرى يمكن أن تحد من قدرة العباد هذه على أن تعاونوا شكرا شكرا لك سيد نائب على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو باش نمشيو احنا مع فاصل قصير مع فلاشونج كالي قديمه ثم راجعين في برنامجكم اكسبريسو